ونشرت صحيفة الديلي ميرور البريطانية مقطع فيديو بيوري قد إيه الإنسان لما بيخرج عن شعوره ممكن يعمل حاجات مجنونة. الفيديو ده ظهر فيه أحد رواد المطاعم وكان متضايق جدا من طعم الأكل زي ما أنتم شايفين، ووصل ضيقه لدرجة إن هو أخذ الطبق ودخل بيه على المطبخ بنفسه علشان يطبخ الطبق ده. مقطع الفيديو بيظهر فيه زي ما حضراتكم متابعين الشاب وهو بيتخانق مع واحد من العاملين في المطعم، وكان بيحاول ان هو يمنعه من دخول المطبخ لكنه دخل مهموش اي حد وبدا فعلا يحط الاضافات اللي هو عايزها على الاكل، وبعد كده خد طبقه وطلع من المطعم. الحقيقه راجل يعني ذواق مش هياكل اي حاجه وخلاص، هو دخل ظبط نفسه زي ما هو عايز وطلع.